بدأ مزيكا في 2007 وبدأ يعمل بيتات في 2009، وكان من أول الناس اللي اتقال اسمه كبروديوسر في التراكات. صاحب أشهر كوز لانشون في الصين الشوتجن باتستوتا، عمل دروب في بيت أغنية شاهين والفايف باراند. بيحب الراب الأندر جراوند أكتر عشان شايفه حقيقي أكتر. ده عشان الراب جامد قوي ومعوج قوي وشيك قوي، أشك من أي فن تاني. خلينا بقى نبدأ من الأول كده ونقول اسمع يا ابن والدي. أول رابر استمعهم كانوا إيجي راب سكول وواي كرو، ومن أول تراكاته كوكايين وإكرهوني وأنا اسكندراني، وده طبعاً غير البيفات زي الدست بتاع يوسف جوكر لما يوسف جوكر كان بيدس اسكندرية، واللي كان داير في أكتر من ديس تراك، وبيف العزبة اللي كان داير في أكتر من ديس تراك، وكان منهم تراك عزبة عوالي. وفي 2016 عمل باتستوتا قناة على يوتيوب وسماها باتستوتا بيتس، كان بيرفع عليها بيتات بتاعته وتراكات ليه، وكان بيرفع عليها بشكل كبير جداً، والقناة دي كانت سبب في شهرة باتستوتا في مجال الراب عامة. وفي آخر سنة 2016 وأول 2017 كانت بيتات باتستوتا انتشرت جدا كبروديوسر، وفي سنة واحدة بس من السنين باتستوتا كان عامل 1000 بيت. وبعدها عمل ألبوم في 2017 وكان اسمه إيجي بانج، وكان معاه رابرز كتير زي مينو زين وخيال. وبعدها دخل في بيف مع 50 ونزل ديس تراك النص جنيه، والناس كانت مستنية التراك ده بفارغ الصبر. وبعديها نزل تراك مع الفايف وغاب حوالي 4 شهور كده عشان ينزل بتراك كبيرة واللي نجح جدا أول ما نزل. وطبعا بعدها عمل تراكه مع ويجز واندا، واللي مش محتاجين نقول هو نجح قد ايه. وبعدها ضرب بينه وبين مروان موسى بيف، واللي كان بدأه ساعتها هو مروان، وفضل باتستوتا محافظ على مستواه لحد كورونا. واول ما نزل تراك دورك جاي لويجز وشاف الهجوم والكلام اللي داير وان ويجز بقى بتاع مهرجانات وتوت توت ومش عارف ايه، مسكتش عشان باتستوتا بيتحرق على الاسكندرانيه من زمان، وطلع في لايف عشان يفهم الناس بالراحه وبكل ادب وسهوله الفرق بين التراب والمهرجانات، وقال كيك وسنير وهاي هات يعني تراب، بوم وتك وشخاليل وصاجات يعني مهرجانات. عارف تيك وسنير وهاي هاتس يعني تراب، دم وتك وشخليل وصاجات يعني مهرجان. ووعد الناس بعديها بويف جديدة، وفعلا بعدها مش بكتير خالص نزل تراك الطوفان واللي عمل انتشار كبير جدا، وده كان اول تراك ليه يطلع ترند على قناته، والتراك كان رايح ناحية المواويل كده شوية وعجب الناس قوي، عشان ينزل بعديها تراك المولد اللي البيت بتاعه كان مختلف شوية لكنه في نفس السكة. وباتستوتا اشتغل مع اسامي كتير قوي وتقيلة في السين زي شاهين ويجز علي ويزي وطبعا عفروتو والفايف. وفي سنة من السنين قناة باتستوتا كانت متصنفة كأكبر قناة للبيت في 2020، لكن بعد الحوارات دي كلها فباتستوتا برضو طيب. عمرك ما تسمع ناس بيتخانقوا مثلا عشان أغنية الباتستوتا؟ تحس انه فعلا عنده مجرة جوه دماغه ما عندوش مخ. يضاهي الراب على الكوكب اللي كله كورونا، التراب شعبي اصل ده الكترو شعبي، اصل دوت نوع جديد اسمه بيج روم محمد سيد، لما تيجي تاخد حاجه من حاجه اصلا اعلى منك انت ما تعرفش تعملها، كان نفسك تعملها وفشلت ودخلت في حاجات تانية نجحت فيها، خليك في اللي نجحت فيه.